أعزائي مشاهدي موقع بصراحة في كل مكان، أهلا بكم معانا في لايف جديد من محافظة دمياط مع أطفال الكيجي بالفرحة والأغاني والرقص. أطفال الكيجي بيستقبلوا عام دراسي جديد زي ما حضراتكم شايفين، وسط جو من البهجة والسعادة لأطفال الكيجي بيستقبلوا عامهم الدراسي الجديد في أول يوم دراسة بالبندة والبطوط، وأجواء كبيرة من الفرحة وسط الطلبة الصغيرين اللي في كي جي 1 وكي جي 2، فرحانين قوي واستقبلوا اصحابهم وزمايلهم اللي وحشوهم كتير من السنة اللي فاتت زي ما حضراتكم شايفين، عرايس وبندة بالونات وجو جميل وحب، بيستقبلوا عام دراسي جديد. أطفال متفاعلين جدا مع العرايس ومبسوطين وفرحانين. فاطمة ازاي؟ اسمي حمزة السيد، بحب حضانة كي جي توتي. انا بقى انت مبسوط النهارده ان انت رجعت تاني؟ مبسوط ليه بقى؟ علشان الحفل. اسمي فاطمة اسأل الناس، وبحب الحضانة، وحنا وحشوني اصحابي. كي جي 2. اسمك ايه؟ احمد محمد طه بركات، رجعت الحضانة وبحب اصحابي اوي، ورجعت التي كي جي 2. اصحابك وحشوك؟ كلهم ايه بقى؟ كل سنة وانتم طيبين. اسمك ايه؟ اسمي رغد خالد، بحب حضانة تعلم اوي. انا رايحه كي جي 2. الحضانه السنه اللي فاتت حسيت بايه بقى وانت جايه النهارده؟ حسيت بفرحه. اسمي فيروز الطيبين، بحب الحضانه. بتحب الحضانه؟ سنه كام؟ 4 شهور. 4 شهور. اول مره تيجي الحضانه؟ حلوه الحضانه؟ لعبتي ولا لسه؟ لعبتي بس البند حلو. البند حلو؟ حضراتكم سمعتوا؟ انا اسمي يوري وانا في كي جي 2. كي جي 2 بتحب الحضانه؟ اسمي عمر وفي كي جي 2 وبحب الحضانه قوي قوي. مبسوطه ان انت رجعت تاني؟ وبحب اصحابي. زي ما حضراتكم شايفين الولاد مبسوطين وبيلعبوا، يوم جديد وسنة موفقة إن شاء الله لكل أطفالنا الحلوين اللي موجودين النهاردة في الحضانة كي جي 1 وكي جي 2. اسمك إيه؟ نيلة بردة. نيلة بردة. نيلة بردة. 4. يلا بص 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 يلا بص 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 اغنيه اي اغنيه يلا ياخد انت كده يلا بص صور تذكاريه مع البندا في اول يوم دراسه. ماني
غني لنا بقى. دي الحوت الأرينة، دي الحوت الأرينة، الكلمة جنب الكلمة، كل جنب الياسينة، ليلى ليلى لك، ليلى ليلى لك. طب قوم قوم يا فلاح. بس عاوز اقول حاجه قول يلا. بسم الله اشيل اشيل عشان اقول عاوز اقول ايه؟ قول ايه في مواليدك؟ يا رغد رغد روحي قولي رغد لا لا سيبيها الكلمة جنب الكلمة حلة جنب الياسمينة ليلى 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 ودي كانت الأجواء النهاردة في أول يوم دراسة، فرحة وأغاني وحب وصور تذكارية بين الأطفال الكيجي في محافظة دمياط. بكده أعزائي مشاهدينا نكون وصلنا معاكم نهاية اللايف، كانت معكم منى عبدالله، شكرا لمتابعتكم.